السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم من جديد في درس جديد وواحة جديدة من واحات اللغة العربية التي يفوح عبيرها. لنتعلم منها شيء جديد، وهذا الشيء هو التعاون. نتعلمه من أصغر حشرة على الأرض وهي النملة. النملة تلك الحشرة المتعاونة التي لا تعرف المستحيل. النملة التي ذكرت في القرآن لما فعلته عندما كانت تقوم بأعمالها وأتى جيش سيدنا سليمان، قالت: ادخلوا مساكنكم ليحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هيا بنا لنرى مع شاعرنا الشاعر إيهاب عبد السلام ما قاله عن الموقف الذي رآه. أولا، قبل أن ندخل إلى نصنا وقبل أن نفتح بابه، لابد أن نعرف من هو الشاعر إيهاب عبد السلام. الشاعر إيهاب عبد السلام هو شاعر وكاتب مصري، ولد بمحافظة البحيرة عام 1968، وتخرج من كلية دار العلوم عام 1990، وله العديد من الأشعار، ومن هذه الأشعار شعر الأطفال والتاريخ والفن. هيا بنا نستعرض ونرى ما معنى من النص. وكما رأينا في هذه الصورة الذي نتحدث عنه وهو التعاون، عندما نتعاون جميعا يصل المجتمع إلى أعلى المراتب من التقدم. ولكن إذا تكاسل كل منا ولم يفعل ما هو مطلوب منه، يؤدي ذلك إلى التأخر. إذا قال أي منا أنه إذا لم يقم أو إذا لم يقم بهذا العمل لا يؤثر على المجتمع، لا يؤثر. ومن هنا نتعلم من هذه النملة الصغيرة التي رآها الشاعر ماذا فعلت. هيا نستمع أولا إلى النص. رأيت نملة في حيرة بين الجبال، لم تستطع حمل الطعام وحدها فوق الرماد. إني رأيت نملة في حيرة بين الجبال، لم تستطع حمل الطعام وحدها فوق الرماد. ماتت على أخت لها هيا بنا طلابي وطالباتي أن نتناول هذا النص بمعرفة وإضافة إلى معجمنا اللغوي ما نضيفه. يقول شاعرنا: إني رأيت نملة في حيرة بين الجبال. معنى كلمة الحيرة أي التحير وعدم المعرفة، ومعنى كلمة رأيت أي شاهدت. لم تستطع حمل الطعام، معنى كلمة تستطع أي تقدر. حمل أي رفع الطعام وحدها فوق الرمال. نادت على أخت لها، نادت أي صاحت بأعلى صوتها على أخت لها تعينها. معنى كلمة تعينها أي تساعدها. فالحمل مال، الحمل هو ما يحمل،
وهناك فرق بين كلمة الحمل وكلمة الحمل. الحمل هو ما يحمل، لكن الحمل أي المرأة التي يكون بداخل بطنها وليد. لم تستطيع، وهنا يقول لم تستطيع أي النملة وأختها. لن تستطيع حمله أي حمل الطعام لأنه كان ثقيلا عليهما. تذكر قولا يقال: تعاونوا جميعكم. طبعا هنا قولا يقال أي حكمة تتردد. تعاونوا أي اتحدوا، جميعكم مضادها منفردين، فالخير يأتي بالوصال. معنى كلمة الوصال أي التآلف والتواصل. نادت على إخوانها جاءوا جميعا بالحبال، جروا معا طعامهم. طبعا جروا معناها أي سحبوا وشدوا، لم يعرفوا شيئا محال. طبعا معنى كلمة محال أي مستحيل، ومضادها الممكن. هيا بنا لنرى. وهنا طبعا رأى الشاعر أو تخيل الشاعر أنه رأى نملة، وهذه النملة كانت تحمل حملا ثقيلا، وهذا الحمل الثقيل وهو من الممكن أن يكون طعام صغير بالنسبة لنا، ولكن بالنسبة لها هو ثقيل جدا. وكانت مترددة متحيرة في موقفها هذا، وكانت بين الجبال، لم تستطيع، ماذا تفعل؟ إن هذا الحمل ثقيل عليها، فما الذي ستفعله؟ كانت تفكر ماذا أفعل، ولكنها تعلم أن الطريق للخروج من هذا المأزق وهو المساعدة. فإذا بها تنادي على أخت لها، نملة أخرى، لتأتي وتساعدها في حمل هذا الطعام. وعندما أتت أختها وساعد بعضهم البعض في حمل الطعام، ولكن كان أيضا ثقيل عليهما، فماذا يفعل؟ تذكر هما الاثنان قولا قاله لهم الأقدمين أو الآباء والأجداد، أنه بالتعاون يسود المجتمع، وأن التعاون قوة والتفرق ضعف. فماذا فعلوا؟ تعاونوا جميعكم فالخير يأتي بالوصال، أي عندما يكون هناك تواصل وتآلف فيما بيننا يكون هناك النجاة. فماذا فعلوا؟ نادت على إخوانها، نادت على النملات جميعا لكي يأتوا، أو النمل جميعا لكي يأتوا ويساعدوها في حمل هذا الطعام. فماذا فعلوا؟ جاءوا جميعا بالحبال لكي يدخلون ذلك الطعام ويخففوا من ثقل الحمل حتى يصلوا إلى بر الأمان. هيا بنا لنرى ما بهذا النص ونتذوق ما به من جمال. إني رأيت نملة، هنا تعبير مؤكد بإن، يؤكد على أن الشاعر رأى النملة وهي في حيرة بين الجبال، وهي متحيرة، تمام؟ هي في حيرة بين الجبال، لم تقدر على فعل شيء. طبعا بعد كده بيقول لي لم تستطع حمل الطعام، تعبير يدل على ثقل الحمل، وإلى جانب ذلك عجز النملة عن حمل الطعام وحدها. فالحمل مال، تعبير أيضا يدل على وحدها فوق الرمال. نادت على أخت لها، طبعا نادت على أخت لها، تعبير يدل على إيمان النملة بأهمية التعاون. تعينها فالحمل مال، الحمل مال تعبير يدل على ثقل الحمل الذي كان معها من طعام أو ما كانت تحمله. لم تستطيع حمله، تعبير أيضا يدل على اللي هو طبعا ثقل الحمل. لم تستطيع أسلوب نفي، ينفي قدرة النملتين الصغيرتين على حمل هذا الطعام. تذكر قولا يقال، طبعا قولا يقال تعبير جميل يبين قيمة استفادة الإنسان من تجارب الآخرين التي تتمثل من أقوال مأثورة وحكم. تعاونوا جميعكم، هنا تعبير يدل على التعاون، وأيضا هو أسلوب أمر. أسلوب أمر يفيد النصح والإرشاد، أي يدل على أنه ينصحنا ويرشدنا على أن نفعل هذا الشيء وهو التعاون. فالخير يأتي بالوصال، تعبير يدل على أثر التعاون ودوره البارز في إنجاز الأعمال والإتيان بالخير.
وهو نتيجة لما قبله، وهو نتيجة التعاون. عندما نتعاون فإنه سيكون هناك الخير. نادت على إخوانها. طبعا تعبير يدل على إيمان النملة بأهمية التعاون وإيمانها بالأقوال المأثورة التي ورثتها عن أجدادها. جاءوا جميعا بالحبال، تعبير جميل يدل على استعداد النمل على معاونة أختهم. لم يعرفوا شيئا محال، تعبير يدل على العزيمة الصادقة للنمل، وكذلك للنملة أنه لم يكن هناك شيئا مستحيلا، لأنه بالتعاون سيكون هناك الأفضل والأحسن. ومن هذا النص الذي استعرضناه نستنتج أهمية التعاون البالغة في حياتنا، وأنه بدون تعاون لا يكون هناك تقدم، وأنه لما تستكبر النملة وتقول أنا أكبر أو أنا أعلى أو أنا كذا أو أنا كذا، ولكن كانت أمام موقف لابد أن تحله، وهو موقف هذا الطعام، فماذا فعلت؟ إذا بها تستعين بإخوانها حتى يساعدوها في حل هذه المشكلة. فإليك أيها الطالب، من الممكن أن يكون هناك مشكلة ما تواجهك، لا تخشى منها، ولكن تعلم وتذكر دائما أن النملة نادت على إخوانها لكي يساعدوها على حمل الطعام. فأنت أيضا مهما واجهتك من مشاكل لا تخف منها ولا تكترث لها، ولكن تعاون واطلب المعاونة من الآخرين، اطلب المعاونة من أخيك أو أختك، والدك أو والدتك أو معلمك أو أصدقائك بالفصل. لا تقل أنهم يستنكرونني أو أن هذه المشكلة صغيرة وأنا أقدر على حلها، ولكن إن لم تستطع فافعل هذا وتعاون، لأن التعاون هو مفتاح النجاح في كل شيء. ولكن هل يا ترى التعاون في كل شيء؟ لا، التعاون على الخير وليس في الشر. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أي تعاون مع صديقك في مثلا في فهم مسألة من المسائل، تعاون مع صديقك في الخير، تعاون مع صديقك في قول الصدق والحق والمعروف، لكن لا تتعاون معه في الشر والكذب والنميمة إلى آخره. وعندما نفعل ذلك نرتقي، ومن هنا نصل إلى أعلى المراتب، ومن هنا يعظم أمرنا وشأننا وحالنا. وإلى هنا نصل إلى نهاية نصنا الجميل، وما كان منه وما تعلمناه من قيم جميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.